جاتكم بجاتكم ده هو نادم واحد هو أبو إيال عند أولادين وزول ده غني عند بقر وجمال كثير وعند قرص كثير كله من أولاد دول البكر عمره يمكن 21 سنوات وهو ده نادم زين ظريف خالص وولداني عمره يمكن 18 سنوات وسبي جميل لكن بحباري بالهن يريد إلا يروح مع رفقانا ويلعب مع بنات ويوم واحد سبي التلفان ده فكر كثير وقال في نفسه نمشي نسأل أبوي ينتيني هجي من مالا الواجب يكون لي يعني نوري خدر ندور نورس من هسا هجي من مالا ونرحل في بلد تاني بعيد من هنا هو مشى لأبو كلمه كلام ده أبو بيجي زعلان لكن أنت هجا من البقر والجمال وأنت قرص كله تبي ده بيجي فرحان وشال مال كتير ده ركب في جمل ومشى بعيد حتى وصل في مدينة واحدة كبيرة يمكن مثل فرلاميكي في مكان داك هو لقي رفقان كتير من فجر نما أشياء يشرب مريسة ويلعبوا ويأكلوا ورفيقنا السبي ده بس يخسر وفي يوم من الأيام حكم من القادر قرص كله كمل جمل باهم وكذلك البقر هو بسهيك فلس مرة واحد بقى مسكين فجر واحد هو قام من نومه بفتش رفقانا لكن واحد كل ما جاله في وقت داك هو بيجي زعلان وحزنان جو كبير نزل في البلد وبعد أيام جو كرباء بسهي بالهن مشى يخدم للنادم واحد وخدمة ده فسل وقاسي عشان يسرم الخنازير وقت يشيف سيد الخنازير يجيب خروب وينتي لمالا والخنازير يأكلوا هو يفكر في قلبه كان نلقى ناكل خروب ده ماهلو ليه ولا لكن ما في نادم البنتي جو الأسرة بالهند جاب له فكر أديل قال في نفسه كم أبيد في بيت أبوي يأكل ويروى تمام وأنا هنا جيعان ميت نمشي لأبوي نقول له أنا زنبت خلف الله وخلفك أنت أحسبني مثل أبدك بس سبيد قمه ومشى لأبو أبو شافه من بيت ولاقى بفرحة كبير قال ولدي الأول ودر ده هسا أن لقى خلاص صرخ لأبي ده قال جوبوا نعلات جداد وجلابية وخاتم ولبسوه له ودبوا إجل سمين وسووا فرحة كبير يا أخواننا السمائين قصة دي توصف لنا خدر الله هو بس أبونا وأنينا مثل ولد دال ما عنده أمان كان أنينا نابو الله وندور ونمشو في حلاوات الدنيا هو بخلينا هورين في نفسنا ونمشو وبعدين كان نقبل له ونعترف بذنوبنا هو يفرع وبلاقينا ويغفر لنا خطياتنا قال الله في كلامه فتشوا الرب في وقت هو موجود أدعوا الله في وقت هو قريب لازم المذنب يخلي دربة ونادم فصل يخلي فكرة ويرجع للرب وهو يرحمه ولله وهو يغفر له يا أخواننا المكرمين نفكر خدرين تسميتوا كلام ده سمع مع السلامكم الله يبارككم آمين.